السلام عليكم. اسمي ديالي سعد. الحالة ديالي تعرضت لواحد أنا وعائلتي، عائلتي الصغيرة تعرضت لواحد الحقرة، واحد تعذبنا بزاف. تقارنا هادشي وقع نهار الخميس مع 3 الصباح اللي هو صباح الجمعة، حدا المدخل 24 في سيد عبد الرحمن، حدا القنطرة ديال سيد عبد الرحمن قريب للمول. جا واحد القيد، ومهم كاين 40 ديال الناس اللي عرفت هو القيد والمقدمية ومهم والناس اللي معاهم، تقريبا شي 40 واحد جاو ريبوا لنا الدار مع 3 ديال الصباح. مع 3 ديال الصباح تريبات الدار ديالنا بلا سابق انذار، بلا حتى شي اشعار، بلا شي ورقه جاتنا، عمرهم دو معنا في هاد الدار. واخا جا فيها بروجي، جات فيها شي حاجه، مرحبا ماشي مشكل، ولكن اعلمونا نخرجوا بعدا الاتات ديالنا ونخرجوا ما عندنا ونخرجوا المستلزمات ديالنا. ريبوا لنا فوق الدواء ديال الوالده، ريبوا لنا على كل شيء. منين نقول لك الدار، ريبوا على كل شيء في الدار، ريبوا على كل شيء. خلاونا ساكنين 14 يوم هادي ساكنين في تقويسه هي تحت القنطره. الوالده ديالي ديابيتيك، الدواء ديالها كدق رابيد، نريبوا عليه الدار. كتبات هنا 13 ولا 14 يوم، حتى شي حد ما جا عندنا، حتى شي حد ما المهم الواقعه وقعات، ريبوا الدار. جاو عندي هما قالوا لي اجي دوي مع السيد العامل. انا ما كنعرفش العامل، واش العامل ماشي العامل. قالوا لي هما قسما بالله العلي العظيم، الا قالوا لي نزل دوي مع السيد العامل. مشيت كندوي مع السيد العامل، قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام. غدا جي عندي يكون خير. بحال هكا انا صافي تكالميت، سكت حيت صافي داكشي كتشوف فيه كيطرى قدام عينك. ما مشيت للعمل لا غد ليه، عطاوني دويت، عطيتهم لا كارت ناسيونال، عطاوني دويت، دخلوني لواحد البيرو دويت مع مدير الديوان الا ما خفت نكذب ديال العامل. السلام عليكم. كنت كنقول شنو المشكل ديالك؟ قلت لي المشكل ديالي شنو هو، علاش باغي تلاقي مع العامل؟ قلت لي راه هو اللي عطاني رونديفو اليوم الصباح. قطع قال لي بلاتي ونعاود نشكو القيد ديالك. قلت له هو ديال عندي ما عرف السميه ديالو، السميه ديالو. من بعد كيدوي معايا كيقول لي الو، راه ما كانش ولدي اصلا العامل داك النهار. كيفاش ما فهمتش؟ العامل ما كانش، واش شي حد انتحل شخصيه العامل؟ واش العامل كان ولا غد ليه صباح؟ سبحان الله العظيم ما كاينش، ما بقيتش فهمت. انا اللي باغي هو شي واحد في هاد البلاد السعيده ولا التعيسه يجي ويقول لنا، يفتح معنا تحقيق، يشوف اشنو وقع، شوف اشنو وقع عباد الله، وشوف اشنو وقع. حنا راه مغاربه، راه ماشي لاجئين جايين من شي بلاصه اخرى، حنا مغاربه. راه عندي في لاكارت ناسيونال ناسيوناليتي مغربي عباد الله. راه حشومه مراه وراجل ديال 51 عام كيتكرفصوا تحت قنطره. انا الوالده طلعت البارح مع الوحده الليل حيت الحاله ديالها يرثى لها، حيت ما يمكنش نخلي نشوف مي انا حدايا كتضعف وكتموت قدامي. علاش؟ حيت لا برا كدق رابيد، راه ضروري خصها البرا ديالها، عندها السكر اخيب مرحله ديال السكر. من بعد طلعت الوالده دابا، المهم ما خليت فين جريت. ما شوف والله ما كاينه نتيجه في هاد البلاد، قسما بالله خويا ما كاينه الناس، والله ما كاين شي واحد. حنا مشينا عندهم، حنا مشينا عندهم كيقابلونا بتخراج العينين وبالقصوح، كيقصاحوا معانا، كيقصاحوا مع المواطن، مع واحد الكاتيجوري من المواطنين كيقصاحوا مع هاد الناس. تكرفصوا علينا. انا اللي غنطلب من الناس ولاد الشعب والناس الدراوج بحالي يوقفوا يديروا هاد الوالدين والديهم ويديروني انا خوهم وغير بارطاجيو. انا ما بغيت حتى شي مساعدات ماديه، كنقولها وكنكررها، ما بغيت حتى شي، ما بغيت حتى تعويض في حتى شي حاجه، بغيت مساعده معنويه، بغيت اللي يجي يوقف معايا ويجيب لي حقي وحق والديا اللي كلاو العصا وتكرفصوا. صافي ما بغيت حتى شي حاجه اخرى، ما بغيت لا فلوس، الحمد لله الله هو الغني، ما بغيت حتى شي حاجه. يتفتح تحقيق، ما تيقوش بكلامي انايا، تفتحوا تحقيق، قلبوا في هذا الشيء اللي وقع. الناس جايين مع 3 الصباح، شحال النهار شحال فيه من ساعه، كاين 3 الصباح اللي جايين فيها، يعني كاين شي حاجه غلط. ما عرفتش الا كان بروجي ديال الدوله، حنا سيدي حنا مواطنين صالحين، مرحبا. تجي جا فينا شانطي، جا فينا نحيدو ماشي مشكل. ما بغيتو تحقرونا وما تعطينا لا تعويض لا والو ونقبلوها، باش تكرفصوا والديا وتكرفصونا والعصا وتخرجوا مرا دايره الخمار 20 سنه ديال الخمار بيجامه حمراء. ماشي في غابه حنا، ماشي في غابه وصاحب الجلاله، راه ماشي في غابه حنا، حنا راه مسؤولين عليك. واش حما ما قدرتيش تشوف، ما قدرتيش تصيفط شي واحد من ما عرفتش انا قضينا عندي بورسونتاج ديال 1% تشوف هذا الفيديو ديالي. الله يرحم لك الوالدين، حنا وليداتك، عندك وليدات وانت والديك صاحب الجلاله، انت انسان بحالنا بحالك، ما تبغيش والديك تشوفهم يتكرفصوا بحالك. وقف معنا، راه حرام هادشي، راه حنا في هاد البلاد راه بحالنا محاصرين، ما دير حتى شي حاجه. شوف معنا هاد القضيه، الله يرحم، جيب لنا حقنا، ما بغينا حتى شي تعويض مادي، بغينا حقنا، بغينا ترجع لنا حقنا. يجي داك القيد، القيد القيد هو الاول واحد يجي ويعتذر على الكلام اللي خرج من فمه، لا ولا اللي معاه. صافي بالنسبه لي انا هذا هو الربح عندي. واحد، جوج،
هاد القيد الا كنتي انت كتشوف فيها القيد انت واللي جاو معاك دوك 40 واحد والله غدا امام الله تنحيد منك من لحمكم هادشي والله ما نتفك معاكم. هذاك راه هو القاضي ديال الكره الارضيه راه غدا عند الله ديك السيده اللي دايره الخمار وخرجوها ببيجامته ديال النعاس وخرجوا راجلها بفوطه مخبيهم خرجينهم بيت النعاس وهادشي راه كان في تريزيام في غاندي تقدروا تسولوا على هادشي وهادشي كامل تقدروا عندي في التصاور. والعصا اللي واكله في يديها حرام وعباد الله راه حرام راه حشومه هادشي اللي كديروا راه صافي غن الحقيقه الوحيده هي غنموتوا كاملين راه غنموتوا كاملين يا عباد الله اللي كناش كما قلت لك كناش صاحب الجلاله للمره المية يا ربي يا ربي الا كان الله يديروا معنا شي حل راه كيقول لك الناس صاحب وصاحب الجلاله الله يسهل عليك الله يرحم الوالدين وقف معنا في هذه وكناش نشوف شي اسوسياسيون اخويا شي جمعيه الا كانت تقدر توقف معايا معنويا الله يرحم الوالدين. الوالد ديالي عنده 51 سنه الوالده ديالي عندها شي 48 سنه يعني ناس كبار عندهم حفيدهم عندهم وليداتهم باقيين صغار خوتي انا عندي اختي وخويا صغار شافوا والديهم في ديك الحاله قول لي انت كيف و مينوط عرفتي شناهو اني نفترض المقاومه خصك راه كاينين فيديوهات اخرين كي فيهم الوالد والوالده حتى الوالد في الخدمه ديالو دابا فيهم راه تقدروا تشوفوا والديه ما يمكنش يقاوموا 40 واحد ما يقدروش يقاوموا حتى واحد ما يمكنش راه غتدخلوا تشوفوهم فيديوهات راه ما يمكنش اش غيقاوموا وباش شدوا وانت ميمتي تشد لي يدي راه عندي التصويره غنوال تشد لي حرد حردتي لي يدو كامله بالمينوط مزير عليا شد الحقد اصاحبي واش بحال محرجينكم سيروا قتلوا عباد الله اصاحبي حشومه المخازنيه المخازنيه هادو البوليس نزلوا من بعد المخازنيه والقيد وكانوا حتى البوليس كان حتى ما عرفتش شي كوميسار المهم شي واحد نصحاب الكومبليات ومستاج طويل جاو هنا اخويا والله يا اخويا اللي كيحقروا على الضعيف وقسما بالله حتى حقره هادي انا اللي كنطلب مره اخرى من الناس ومن كل شيء بارطاجيو معايا هذا الفيديو ما بغيت والو من غير ان يبان حقي وحق والديا صافي الى بان حقي نخرج في هذا الفيديو نقول لهم السلام عليكم سمحوا لي راه هاد الناس فيها الشرفاء وفيها الناس اللي كيخدموا من قلبهم وراه جابوا لي حقي انا مستعد نمشي عند كاع القنوات اللي دويت معاهم ونقول كاع عكس هاد الهضره ديالي ونقول راه الناس وقفوا معايا ولكن باش تخليونا 14 يوم تحت قويصه في الزنقه ووالديا ناس كبار امي ديابيتيك وتخليونا هنا مليوحين بحال شي كلاب حرام عليكم راه في الاخر الى صاحب الجلاله ما دار معايا والو راه سيدي ربي سيدي ربي ياخذ فيكم الحق والله يا اخويا عند الله ما نتفاك معاكم.